هاي 10 بلدان بالعالم تفرض بقانون على الزوجة إنها تطيع زوجها شو ما طلب منها. وفي لليوم بس 76 دولة عندها قوانين ضد العنف الأسري، وبس 57 من بينهم بيعاقبوا الاعتداء الجنسي. باليمن ممنوع على النساء مغادرة البيت إلا برفقة أزواجهم، وبالقضاء تعتبر المرأة نص شاهدة، وهالشي بيعني إنه إفادتها بالمحكمة ما بتنحسب إلا إذا اندعمت بإفادة رجل. زيادة عن هيك، النساء ما فيهم يشهدوا أبداً بقضايا الزنا، التشهير، السرقة وغيرها. في بعض مناطق الهند، قوانين السلامة على الطرق ما بتشمل النساء، وهالاستثناء هو سبب بموت وإصابة آلاف النساء كل سنة. نساء بيحصلوا على إجازات مدفوعة للحمل والأمومة ب 188 دولة حول العالم. مين قال إنه الولايات المتحدة الأمريكية هي بين الدول يلي ما بتدفع مقابل هالإجازة؟ أنا قال بشوفكم بكره.